الخامسة صباحا في القاهرة، موجز إخباري جديد من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أهلا بكم. تنطلق اليوم الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن يناقش المجلس جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة العربية 32 في جدة الجمعة القادمة. كان مراسلنا أفاد بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر القمة بعد تلقيه دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة. أكد الجيش السوداني استقرار الأوضاع في البلاد عدا بعض الأجزاء في العاصمة الخرطوم، وأوضح الجيش أن في بيان له أن حدوث بعض الاشتباكات مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم، وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير 4 عربات مسلحة خاصة بالميليشيا، وتمكنت من القبض على 60 عنصرا من المتمردين في شمال أم درمان أثناء فرارهم شمال بحري عبر نهر النيل. كشف مسؤول أمريكي أنه من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت قد تعرضت لأضرار دون تدميرها، ذلك نتيجة قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. من ناحية أخرى، أعلنت بريطانيا عزمها إنشاء تحالف دولي يدعم قدرات أوكرانيا القتالية الجوية، وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان لها أن التحالف يهدف أيضا إلى تسليم كييف مقاتلات أمريكية من طراز F-16 وتدريب القوات الأوكرانية عليها. قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على استعداد لاستقبال بعثة من زعماء أفارقة لبحث خطة سلام محتملة لحل الأزمة. أشار راموفوزا إلى أنه تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مبادرة السلام التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء مصر والسنغال وأوغندا، ولفت إلى أنه من الصعب التكهن بنتيجة خطة السلام تلك، مشيرا إلى أن فرص نجاح هذه المبادرة تتوقف على المناقشات التي ستجرى. ختام الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.